اول حاجه قبل ما نبداو مبروك على المنتخب ديالنا الفوز بكاس افريقيا لاقل من 23 سنه، لقب اللي غينضاف الالقاب القلال اللي عندنا على الصعيد الافريقي ولا الصعيد العالمي ولا على صعيد المنتخب. هذاك التوني اللي كيكون ضارب المنتخب ديالنا قليل فين كنشوفوه رابح ولا فرحان ولا الاول ولا في المنصة ولا شي حاجه. عشنا وبكينا وشحال تظلمنا، بكينا بزاف. الى جينا نرجعوا للتاريخ كتلقى راسك ديما باكي ديما باكي، انت تقصيتي هنا وكتشوف المنتخب كتكون عارفه مزيان على جميع الاعمار والاغلبيه المنتخب ديال الكبار، كتشوفه كتقول هذا المنتخب خاصو يمشي فينا، هذا المنتخب خاصو يديها، هذا المنتخب هو اللي كاين. ولكن ديما كترى شي لعيبه وكيدوزوا فرق اخرين وكيربحوا فرق اخرين وكنرجعوا خاليين للوفاض، ما كنديو حتى حاجه وكنبقاو كنشوفوا ديما كنشوفوا الظلم ديال التحكيم، كنشوفوا شي تويشيات كيطراو مفهومين، كنشوفوا شي كولاسه ما كايناش. وهنا الوقت تبدلات الوقت ما بين شحال هادي ودابا، ولا اكثرين نقولوا قبل القجع ومن مورا القجع. فتره قبل من القجع كانت بحال الفتره اللي كتكون معروض لشي عرس وما كتعرف فيه حتى واحد، ولكن ما كنقولوا ما عندكش مك في الكوزينه فين كيطيبوا. علاش كنقولوا بحال هكا؟ حيت الا كانت عندك مك في الكوزينه ديال العرس غتاكل، الا نتي عندها غتصيب لي شي نص، وتا الا ما نتيش عندها غيجيك النص حتى لعندك. سير طبت كتكون جالسه كيجيك شي نص فيه اللحم فيه شي لعيبات، جيتي معطل جيتي هادي كيما جيتي داز العشاء قبل العشاء كيما غتاكل، حيت كاين شي ناس ديالك يا امك يا خالتك في العرس يا جداك يا شي لعيبه غادي تندغ غتطبخ الخايبه. الا ما عندك حتى واحد وتبقى جالس تما يدوز العشاء يمشي العشاء ما غتاكلش وما غتشوف حتى حاجه الا جا زهرك شويه ديال الديسير. وهذا الشيء اللي طاري دابا الكره المغربيه، خلى شي ناس كيبكيو وكيتباكاو، كاينين بزاف ديال الناس بداو كيبكيو ويتباكاو. اولهم المعنيين بالامر اللي هما المصريين اللي كاملين لاحظنا بان عندهم واحد العقليه مكربه، ديك العقليه ديال يا انا نربح يا كاين مشكل، يا انا البطل يا كاين مشكل، يا انا اقوى واحد في هذا الشيء اللي كديرو ومدي الميداليه ومتزوج، يا كاينين فلوس وكاينين السماسره وكاين التخلوط. ونساو هاد المصريين هادو، نساو بانهم هما هاد المده كامله وما خدامين بالكولاسه وخدامين بالروينه وخدامين بالتخلوط وكيديروا من لهنا ومن لهنا ويديو كاس افريقيا. اكثر منتخب دي كاس افريقيا والمنتخب ديال مصر، بصحتهم اسيدي بصحتهم وما كاين مشكل. ولكن الا كان عندك منتخب اللي مسيطر على افريقيا بحال هكايا، خاصنا نشوفوها حتى في كاس العالم، خاصنا نشوفوها في تظاهرات اخرين في الاولمبياد في اي حاجه اللي تاكد القوه ديالك افريقيا. نورمال ديال نورمال، ما نقولوش حنا كل عام غادي كاس افريقيا غادي ترونها في كاس العالم، ولكن على الاقل غتكون عندك شي مشاركه اللي تاريخيه اللي بنادم غيشوفها يقول واحد المشاركه هذه كتبين بان المصريين وارين، بحال كيطرى المشاركه ديال المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي حتى هو في كاس افريقيا الاخر اللي تقصى مع مصر نيت، اللي كنا احسن منهم وكنا كنقولوا خاصنا نربحهم ولا نتقصينا معهم، ولكن النتيجه بانت فاش مشينا لكاس العالم اللي هما ما مشاوش ليه، وصلنا دومي فينال وبرهنا العالم باننا فريق كيستاهل انه يكون هو اللي رابح كاس افريقيا، باسكو كنا حنا هما افضل فريق في كاس العالم من القاره الافريقيه. ولكن المصريين ما عندهمش هذه القضيه هذه، وهذا التناقض ما بين اشنو كيطرى عندك في افريقيا واشنو كيطرى في كاس العالم ولا في اولمبياد ولا اي تظاهره خارجه على افريقيا اللي انت متحكم بها، وحنا عارفين بان شحال هذه كانوا دايرين يديهم ماشي عارف كوزينه خاشني يديهم كوزينه والصالون لا سال دو بان كل شيء، هما اي لعيبه عارفين اش طاري الشاده والفاده كما كنقول، داكشي علاش داروا ما بغاو. وكاينين اعترافات من عندهم
انهم كانوا كيرشيو الحكام، الحكام كيهضروا معاهم فاش كيجي وكيقول لها شنو بغيتي، واش بغيتي نعطي حمراء لشي لعاب ولا بغيتي بيلانجي، كيفاش بغيتي نقضيو الغرض، اشناهي الطريقه اللي غتسهل عليك الماتش كثر، وكيعزلو همايا وبطبيعه الحال كيبقى غادي الماتش بحال هكا وغادا. ومنهم الكثير حتى هما ماشي غير مصر، حتى تونس معروفه بهذه القضيه بزاف. زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه الثانيه مش احنا بس، ونقعد مع الحكم، وانا كنت اقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا سنة مش فاهم دي يعني. يعني حكم يقعد معاك، انا يقعد معاك بس زمان الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صح، بتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا النادي الزمالك، مش احنا ومش احنا بس، احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد. اسمع بس، اسال بتوع بورسعيد عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهرة ماشي، مش عارف عايز ايه حاضر ماشي كويس تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراة، الاجتماع الفني، فأنا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراة مثل في مصر فيها مثل 50-60-70-80 ألف متفرج بيتفرجوا، فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول لي الحكم يقول لي انتوا لو عايزين ضرب الجزاء نديكوا ضرب جزاء مش عارف ايه، بس ما يبقى عدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني، فهم يقولوا لي بضرب الجزاء، انا كنت اقول له لا. انا مندهش والله، مش احنا أنا مش الزمالك بس، انا مندهش مش الزمالك بس، انت كابتن بتتكلم كلام في منتهى الخطوره. خطوره ايه؟ مش دي حقيقه؟ خطوره حقيقه إيه؟ يعني انت حضرت وقائع زي دي؟ حضرت ايه؟ انا كنت بلعب وبحضر بحضر يعني. كان الحكم يجي يقعد في الاجتماع الفني مع كابتن نادي الزمالك او كابتن النادي اللي انت عايز تقول النادي الاهلي؟ لا اي نادي، مش عايز اهلي يعني زمالك، اهلي زمالك اهلي زمالك اسماعيلي المقاولين. لا ازاي المقاولين والاسماعيلي ازاي؟ لسؤال حد افريقيا كامله فيها الكولاسه هذه والتبخشيش هذا وهاد الروينه هذه. حنا نهار جاء السي القجع، جاء السي القجع ولا تا هو مخشش معاه وما عارف شنو طاري، وتو بدا كيدير داك خولع بهم اللي دايرين، كلشي مرض، كلشي مرض وكلشي رجع للور، وكلشي ولا كيقول لك القزع ما القزع والقزع ما القزع. وفين كنتو نتوما فاش كنا حنا ما كنديرو والو، كنا كنمرضو حتى ما كان كيدوي عندنا حتى ما كان كيدافع عندنا حتى ما هذه، وكنتو كانت عاجبكم الرياضه وعاجبكم افريقيا، ولكن فاش ولا سيديكم القزع ولا كلشي باغي يبكي ويتباكى، ولينا حتى حنا كنشريو الحكام ولينا كنظلموكم، رغم ان هذيك الكره ديال الطرد ديال هذاك السيد المشكل ما خاصنا نرجعوا للفار ما حتى حاجه. الوغ اي واحد غادي يبكي يعرف بانه باقي ما عندوش ديك القابليه للهزيمه، والقابليه للهزيمه كتجي بالروح الرياضيه، كتكون عندك روح رياضيه لانك كتفهم شنو هي الرياضه، والرياضه في حد ذاتها فيها الفوز والهزيمه، ما كيكونش فيها ديما الفوز، اذا كانت رياضه ديما فوز راه كاين مشكل، المشكل ديال الناس اللي علموك ولا المشكل ديالك انت كيفاش فاهم هذه الرياضه هذه، هنا فين بقات. ولكن الى جينا للمجريات ديال اللقاء راه ما كانت حتى شي حاجه اللي تخليكم ديروا حركات بحال هكا وتخليكم غاديين واحد ما يسلمش على القجاع، وهذا هذه راه قله الترابي تيلمو كنقولوا مصر ام الدنيا، وبنادم راه كيبان متقاف وبنادم واعي وبنادم عارف، كتبينوا في شي لحظات ان بنادم باقي عندكم كنبلت انتم، باقي بنادم عنده واحد العقليه خامجه من ناحيه اشنو كيطرا في البلاد عندكم من تحرشات ومن ضربات ومن قتيل عندكم في ديك البلاد، وعاد زيد ملي كتخرجوا رياضيا كتبينوا على الصغر ديال العقل ديالكم ولا العقليه ديالكم. سو هذا الشيء ما خاصوش يبقى، خاص بنادم يفهم بان هاد الوقيته هذه الوقت تبدلات، وقيت الغفله اللي كانت ما شغلناش حنا بالدول الاخرين، ولكن حنا حتى حنا عقنا بكم، عقنا بان كاين الكولاسه، وحتى حنا واخا ما نديروش شي حاجه واخا ما نديرو حتى شي كولاسه، المهم حتى حنا واقفين في الكوزينه واقفين معاكم باش نشوفوا شكون اللي غادي ياخذ داك الطرف ديال الخبز، واذا كان غياخذ شي واحد الطرف ديال الخبز ويتعشى حتى حنا ناخذوا الطرف ديال الخبز ونتعشاو، ماشي بحال ما عندنا التواحد والطروفه ديال الخبز كيتفرقوا، وتا كنجيو حنا كيقول لك لا راه ما بقاش العشاء وكتم راجع خالي الوفاد. هذا ما كان في هذا الجانب، هذا خاصكم تبدلوا النظره باسكو غادي غير غتعذبوا معنا، ما
ما هو جاي غير العذاب بالنسبه لكم. سينو بلاطو ديال خوتنا الجزائريين اللي تا هما خلاو الفوز وخلاو الهضره على الرباح ديال المغرب وخلاو كل شيء وبداو كيهضروا غير على القجع. البارح كان هنالك نهائي بطوله امم افريقيا تحت سن 23 سنه، فاز المنتخب المغربي على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف. الملاحظ في النتيجة عند تسليم الميداليات، رفض نجم منتخب مصر الأولمبي حسام عبد المجيد مصافحة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. عندنا حتى الصورة نتاع حسام عبد المجيد يرفض مصافحة فوزي لقجع خلال استلام ميداليات المركز الثاني. فهذا هذه اللقطة بالذات، طبعا هذه الصورة استقبلت، هذا مواقع مصرية كتبت اليوم، رفض مصافحته نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج. صافح الجميع، نظن ماشي برك اللاعب حسام عبد المجيد بل كاين لاعبين أو ثلاثة، فوزي لقجع مد يده للمصافحة وهم رفضوا. لماذا؟ السؤال الذي يطرح. طبعا المنتخب المصري كان رافض لطريقة طرد أحد اللاعبين، طرد محمود صابر لاعب المنتخب المصري بعد حادثة مع لاعب من المنتخب المغربي، ولكن أيضا لأن فوزي لقجع باتت سمعته تسكم الأنوف، الجميع بات يعرف أن هذا الرجل يقوم بأدوار في الكواليس خطيرة جدا لا تتماشى مع أخلاقيات الكرة. موتسيبي نفسه كان يقول هذا الكلام ودخل في خصام وتلاسن مع فوزي لقجع. التلاسن بات معروفا بين الرجلين، ولكن يبدو بأن الأحضان التي وقعت بينهما، هذا هو الحضن الشهير الآن، قبل يومين موتسيبي لما ذهب إلى المغرب احتضن لقجع، الصحافة المغربية قالت حدثت مصالحة بين الرجلين، لا ندري. وموتسيبي هنأ طبعا لقجع بمقر الاتحاد الجديد لكرة القدم في المغرب، فالصحافة المغربية التي لها خيال واسع قالت خلاص ضمننا الكان، موتسيبي معنا، الجزائر كل سيناريوهاتها خابت وسقطت في الماء، حسابات يعني خيالية تماما، لا ندري مدى صحة هذا الكلام وأي دور يلعبه موتسيبي. وهذه المصالحة والأحضان هل هي أحضان حقيقية أم دبلوماسية؟ ماشي غير خاص يكون عندك شي واحد محطوط مع الناس اللي كياخذوا القرار صافي راه غادي تزاد الكره، نو كاين واحد الخدمه، كاين خدمه بنيه تحتيه اكاديميات بزاف ديال الاشياء اللي كيخليو فاش كتحضر مع الناس اللي غياخذوا القرار كيدور يشوفوا شنو عندك في البلاد، كيبان لهم ان كاينه بنيه تحتيه، كيبان لهم كاينه بطوله واقفه، كيبان لهم شحال من حاجه، كاينه خدمه، كاين منتخب، كاين شحال من حاجه اللي غتخلي انهم حتى الا خذوا القرار في صالح البلد ديالك ما غيحشموش، ما غيرجعوش للور، ما يدوش لهم بنادم علاش عزلتوا هاد الناس ولاش مشيتوا لعند هاد الناس هادو. سو كنتمنى من هاد الناس اللي في الجزائر اللي كيديروا هاد البلاطوات هادو اللي كيضيعوا الوقت، تكونسونطراو على شي حاجه ديالكم، حاولوا تخدموا على شي حاجه ديالكم، وفي عوض ما ديروا اللوم على ناس اخرين لاش دايرين فلان ولا فلان كيخلط ولا شي حاجه، لوموا نفوسكم على الناس اللي عندكم، على المستوى ديالهم، على الرداءة ديال النتائج ديالهم، وهكا غادي تقدروا تزيدوا. ما الا بقيتوا كتشوفوا فينا غير حنايا، حنا غاديين بداكشي اللي تعلمنا به شحال هادي وتعلمنا ولينا دابا لاقين الطريق وكنزيدوا، فراه غادي تعكلوا بالدروج وما عمركم ما تزيدوا. الله يهدينا كاملين، اونكور اون فوا مبروك المنتخب ديالنا، المنتخب ديالنا فاز على جميع الفرق وكيستحق الفوز ديالو، كيستحق الفوز ديالو. والقجع برافو ليه على الخدمه اللي كيدير، ولا كانت الكولاسه في افريقيا فتحنا نستافدوا من الكولاسه في افريقيا، باسكو بكينا بزاف من شي ناس اللي كيستغلوا الكولاسه، وعلى الاقل حنا الا درنا الكولاسه ودينا شي حاجه بالمنتخب راه فاش كنمشيو لكاس العالم راه كنحمروا الوجه ديال العرب وديال الافارقه كامل. تهلا.